لحضراتكم في تغطية خاصة جديدة من صالة تحرير اليوم السابع. منذ قليل وزارة الصحة والسكان لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا تتحدث عن دعوة المصريين لتأخير الحمل حتى انتهاء أزمة وباء كورونا. الورقة اللي نشرتها وزارة الصحة والسكان على صفحتها كان فيها مجموعة من النصائح والأسباب اللي بتطلب من خلالها هذه النصيحة من المواطنين، منها إنه الحمل بيقلل مناعة المرأة فبالتالي بيجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وإنه تأثير الفيروس على الجنين حتى الآن غير معروف، وإنه الحمى اللي ممكن تنتج عن الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحمل قد تسبب تشوهات للجنين. وبناء عليه طالبت وزارة الصحة بشكل واضح وصريح ومباشر من المصريين أن يؤخروا الإنجاب حتى انتهاء فيروس أو جائحة فيروس كورونا، واللي هو إحنا مش عارفين هتنتهي إمتى، وبالتالي إحنا محتاجين مزيد من الشرح والتحليل وتوضيح يعني التفاصيل الطبية في هذا الأمر. فمعانا الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني. أهلا بك دكتور، منورنا على صفحة اليوم السابع. أهلا بك وسعيد أني موجود معكم النهاردة. مبدئيا رأي حضرتك في هذه الدعوة أو هذه النصيحة من وزارة الصحة بهذه المباشرة والوضوح؟ نقول ان هي دعوه مهمه جدا، ويمكن احنا بنتكلم من اول يوم من كورونا بنحكي ايه. نقول ان اثناء الحمل الجهاز المناعي بتاع الست بيضعف. الحمل ده عباره عن حيوان منوي قابل بويضه، فنص الجنين جسم الام ما يعرفوش، فلو الجهاز المناعي بتاع الست الحامل شغال كويس هيهاجم الجنين ويحصل اجهاض. فمن رحمه ربنا ان اثناء الحمل الجهاز المناعي بتاع السيده الحامل بيضعف. هو ده ميزة انه بيحميها من الاجهاض، بس عيب انه بيخلي الواحدة اكثر عرضة لكل انواع الامراض، التهابات المهبلية، التهابات الجهاز التنفسي زي الانفلونزا او البرد او الكورونا. فنقدر نقول ان الحامل تعتبر واحدة من الريسك جروبس، من الناس الاكثر عرضة للمشاكل والاصابة. ليه؟ هي صحيح هي سنها صغير، بس منعتها اثناء الحمل بتضعف، فده بيخليها اكثر عرضة لكل انواع الامراض. فالنصيحة دي صح. طب تاني حاجة، لا طب لحظة واحدة معلش يا دكتور، طب إذا كانت النصيحة صح وهي واضحة وطبيا وعلميا صحيحة بهذه الطريقة، ليه لم تعلم من قبل؟ يعني هل هي تأخرت وزارة الصحة في هذه الدعوة أو النصيحة؟ لا خالص، يعني أنا هقول لك حاجة. إحنا بنقول للناس يعني ما فيش ستيتمنتس رسمي طلعت حتى في دول العالم، يعني ما فيش دول العالم سبقتنا إن هي تقول كده، بس اللي إحنا دايما كان دورنا كأطباء كتوعية لما بيجي لي مثلا اتنين مقبل اتجوزوا اقول لهم لا اخروا الحمل شويه. جزء منه ان احنا بنتكلم على فيروس انت ما تعرفش اثره، خلي بالك انت عندك فيروس بقاله 7 شهور موجود في العالم، اثره ما يعرفوش. انت عشان نقدر نجاوب بالظبط اثر الفيروس ده على الجنين ايه، انت لازم تمر فتره طويله، يمر اكتر من 9 شهور. فشوف واحده حامل كانت في اول الحمل، الجنين لما اتولد هل حصل له حاجه ولا لا؟ احنا لغايه دلوقتي المعلومات اللي عندنا بتقول ان الفيروس ده ما بيعملش اي تشوهات او عيوب خلقيه في الاجنه. بس برضو الطب دلوقتي بقى حاجه اسمها evidence based medicine، الطب المبني على الدليل. يعني ايه؟ يعني مش بس باجتهاداتي انا بس، لا ده لازم يتعمل في حوالين العالم دراسات على اعداد كبيره جدا من السيدات الحوامل لفتره طويله، فنقدر نرد نقول والله الكورونا ده عمل وعمل وعمل. بس النقطه اللي احنا قلناها في الاول ايه، ان الحمل بيخليكي اكثر عرضه للاصابه بكل انواع الامراض لانه بيضعف المناعه. فالنصيحه اللي بنقولها بصفه عامه مش بس للكورونا، في زمن لما يبقى فيه وباء او مرض ناجل الحمل. خلي بالك كمان الحمل بيبقى فيه عيب اثناء الحمل. ايه اللي بيحصل؟ الست بتضطر تروح للدكتور النساء في الاول كل 3 اسابيع، وبعد كده كل اسبوعين، وبعد كده كل اسبوع، تردد على العيادات، بتنزل وبتتحرك. دي حاجه بيطلب منها كل شويه تعمل تحاليل فتروح المعمل، بيطلب منها تعمل ممكن تكون سونار رباعي الابعاد فتروح لمراكز اشعه. فالحمل بيخليها تنزل وتتحرك. بينما احنا برضو نرجع وناكد ان احنا في زمن الاوبئه كل ما نحاول نقلل النزول على قد ما نقدر كل ما يكون مفيد. جزء منه برضو عشان ما تضغطش على النظام الصحي هنا في مصر. انت خلي بالك انت مع جائحه كبيره، الحمد لله المستشفيات في مصر قايمه دور رهيب جدا، بس عشان ما يبقاش كمان في ضغط
بسيدات حوامل ممكن الحمل يأخروه 3 شهور أو 6 شهور لغاية ما نطمئن. تابعنا يمكن على مدار الكام شهر اللي فاتوا حالات إصابة لحوامل بفيروس كورونا وحالات ولادة لمصابات بفيروس كورونا، وما كانش بيحصل يعني مضاعفات في الإصابة أو حتى بتنتقل للجنين. ما ده اللي احنا بنقوله، ان لغايه دلوقتي الدلاله العلميه بتقول انه ما بتنقلش للجنين او ما بيسببش ان هو مشاكل. ويمكن حتى هنا في الحالات في مصر كانت حاله الاجنه كانت توفوا، بس هي لا دي كانت عشان ساعتها كانت والده الجنين كان في اخر الشهر السادس، فهو كده كده كان اصلا مولود بدري، فكان كده كده ان هو هيتوفى. زي ما قلت لك ما تقدرش تحسبها بعدد، لكن هي من الوقايه، احنا من باب الوقايه. انا زي ما قلت لك ايه، زي ما بتقولي انا عاوز احمي ازاي نفسي بالكورونا، اقول لك والله خليك قلل النزول من البيت، اقفل عليك الباب وما تنزلش. انا مش معنى كده ان انا قلت لك لو انت نزلت الشارع هيجي لك كورونا، بس احنا بنقول عاوز تحمي نفسك قلل نزولك من البيت، انت كده هتحمي نفسك. يعني حتى يمكن نصيحه كنت دايما بقولها للحوامل من اول يوم، اقول لها اقفل الباب افتح الشباك. اقفل الباب يعني ايه؟ يعني حاول ما تخرجيش من بيتك ولا حد يجي لك، افتح الشباك عشان التهويه، عشان الشمس، عشان الفيتامين دي، الشمس ان هو طيب. يزود الفيتامين دي. السؤال اللي ممكن يكون مهم عند كتير بقى دلوقتي، اما وقد حدث الحمل، يعني لو سيده دلوقتي حامل خلاص، ازاي تتصرف وازاي تحمي نفسها من اي مضاعفات من اللي احنا قلناها وذكرتها وزاره الصحه واكد عليها حضرتك؟ نقول احنا في حرب، حرب ما بين الجهاز المناعي بتاعنا وما بين الفيروس. عاوز تكسب الحرب اهرب من الحرب اصلا وتجنبها. ازاي نتجنب الحرب؟ ان انت نقول للست الحامل خليكي قاعده في بيتك، ما تنزليش الا للضروره القصوى اللي انا قلتها لك. اقفلي الباب وافتح الشباك، يعني اقفل الباب لحد يجي لك ولا انت تخرجي من بيتك، وافتح الشباك عشان التهويه وعشان الشمس. جوزك لما يجي من بره خلي بالك هو ممكن يكون هو العدوى للكورونا، فمن بره بيقلع الجزمه، هدومه على طول بيغيرها، يخش يستحمى كويس جدا قبل ما بيقرب لك او بيقرب للعيال عشان ما يحصلش الكورونا. نقول احنا عاوزين الحرب، انت عاوز تقوي الجهاز المناعي بتاعك، يبقى الاكل الصحي المفيد اللي غني بالخضار والفاكهه والطبق سلطه، ونبعد عن ثقافه الفاست فود او جانك فود، او لها الحاجات اللي غنيه بفيتامين سي زي الليمون والبرتقال والجوافه والاستفندي. نقول ان احنا طبعا الست تتجنب تماما التدخين، لا هي الحامل تكون بتدخن ولا جوزها يكون ان هو بيدخن. نقول ننام عدد ساعات كويسه جدا، النوم الكويس، التغذيه الكويسه، اهم حاجه زود المناعه، واللي اهم من كل ده العامل النفسي. اقول للستات بلاش تسمع الاشاعات. ساعات انا بنصح بعض الحوامل كتير اقول لهم ايه، ما تقعديش تتابعي الاخبار الكتير او تشوفي اخبار حزينه على الفيسبوك، يعني اقول لها اتفرجي على فيلم كوميدي او اسمعي حاجه خفيفه، لان التوتر النفسي والعصبي. طيب السؤال الثاني المهم برضو يا دكتور، احنا في مصر يمكن خلال الفتره اللي فاتت واحنا رصدنا ده هنا في اليوم السابع في احد التغطيات، اساسا بناء على شهادات صيادله وناس مهتمين، انه مبيعات المنشطات الجنسية زادت جدا الفترة اللي فاتت، وزاد معاها موانع الحمل، لكن أغلب الشهادات اللي جات لنا إنه حالات الحمل على غير رغبة السيدات، يعني ما بيبقاش في رغبة من الأزواج إنه يحدث حمل لكن بيحدث، زادت أيضا الفترة اللي فاتت. وبالتالي إحنا دلوقتي أمام أزمة، إزاي الناس في مصر بمختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والمادية يقدروا ينفذوا هذه التوصية الصادرة من وزارة الصحة إنه أجلوا الحمل حتى انتهاء الجائحة؟ أنا كنت شفت التقرير بتاعك بتاع اللي هو ارتفاع مبيعات المنشطات الجنسية، ويمكن طبعا ده متوقع، الناس قاعدة في البيت لفترات طويلة، فطبعا مقنع أن العلاقة الزوجية هتكون مستمرة أكتر، والفترات ممكن تحصل متقاربة، مفيش مشكله خالص من شراء المنشطات الجنسيه. بس اللي لازم ناكد عليه ايه، ان لازم تتاكد ان مراتك بتستخدم وسيله، يعني لو هي بتاخد اقراص منع الحمل تابع معاها، ودايما اكد عليها. انا في بعض الازواج اقول لهم ايه، انت دورك تتابع مع مراتك كل يوم، اسالها انت خدتي قرص منع الحمل ولا لا، اكد عليها. لو مراتك مركبه، لو مش مركبه اللولب وهتنسى الاقراص، لا نروح لدكتور النساء وان احنا نركب اللولب. يبقى دور الراجل هو ليه دور في تنظيم الاسره، انه دايما يراجع مع مراته هل يا ترى بتاخدي الاقراص ولا نسيها. طب لو الست بتنسى او عندها مشاكل او مضاعفات من الاقراص، ياخدها في زياره لدكتور النساء، نركب اللولب ويبقى كده استريحنا. ودايما بناكد في مصر من الطف الوسائل المناسبه جدا للست المصريه اللولب، وسيله طويلها مداها طويل، ركبتي اللولب عمره 7 سنين، فبالتالي بدل ما كل شويه تاخدي القرص او القرص نسيتيه، او قد يكون ان هي عندها موانع من استخدام الاقراص،
نقول كل ست في وسيله تناسبها، يعني الوسيله اللي تناسب اختك او جارتك مش شرط اللي هي تناسبك، بس احنا طالما جوزك قاعد في البيت وبيستخدم منشطات جنسيه يبقى لازم نتاكد ان انت كمان لازم تكون بتاخدي وسيله منع حمل. طيب يعني برضو على جانب اخر، رغم انه في سيدات كتير بيستخدموا هذه الموانع لكن بيحصل حمل، وده يخلينا اسال حضرتك، هل السيدات في مصر لديهم خصوبة أكبر من في دول أخرى، وبالتالي الطرق اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها في منع الحمل أحيانا قد تكون غير فعالة؟ لا، ده بيبقى سوء استخدام الوسيلة. يعني مثلا رأس منع الحمل أقول للست سوء استخدام، يعني هنا دي هي حرب وعي، لازم دايما نزود الوعي عند الناس. يعني مثلا رأس منع الحمل احنا بناخد قرص يوميا لمدة 21 يوم، بعض الستات تنسى فتنسى تاخد الاقراص في ايام التبويض ويحصل جماع، فان هي يحصل حمل عادي. فبالتالي ان بعض الستات تقول لك طب انا اخد الاقراص بس في الايام اللي بيحصل فيها جماع، فدوري انا كطبيب نساء وتوليد ان انا واعي الست، اشرح لها كويس جدا الوسيله ازاي بتستخدم. او في بعض الحالات ان احنا لما بنكون مركبين اللولب انا بقول للست تعالي كل سنه نعمل سونار عشان ساعات اللولب بيزحصح من مكانه، فلو زحزح من مكانه ان احنا هنشيله، فالست ممكن تركب اللولب وتنسى، يمر سنه واثنين وثلاثه اللولب بيتحرك من مكانه فيحصل حمل. فنقول لا، انت ما عندكش هنا قصه خصوبه مختلفه ولا حاجه، وسائل منع الحمل امنه جدا فعاله جدا لو بتستخدم صح، نقدر نقول بنسبه 99.99 مستحيل يحصل حمل. فالحالات اللي بتحصل فعاله جدا وامنه جدا، عاوزين برضو ناكد على المعلومه دي. ما عندكش خوف من انه زياده الطلب على موانع الحمل بعد هذه التوصيه يخلي في عجز فيها في الاسواق؟ يعني دايما بنقول بقى طبعا ده دور وزاره الصحه، يعني زي ما انت طلعت التصريح المهم والخطير ده، انت لازم تتاكد ويبقى في رقابه. انت خلي بالك الوزاره عندها جزئين، انت عندك الجزء الخاص اللي هو الصيدليات الخاصه، ان دايما لازم نتابع مع الصيدليات ان احنا هل يا ترى في رصيد كفايه جدا من اقراص منع الحمل ولا لا. الوحدات الصحيه لازم نتابع الرصيد من الحقن ومن الاقراص ومن الوالب موجوده ولا لا. فده دور رقابي مهم جدا لوزاره الصحه، ولازم نتاكد ان هو يكون فعلا شغال بفعاليه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا واستاذ مساعد الولاده والعقم بالقصر العيني، نورتنا على صفحه اليوم السابع، وهنتابع مع حضرتك دايما حتى لو جات لنا اي اسئله من السيدات والمتزوجين حوالين يعني اساليب منع الحمل وازاي يفعلوا ده في بعد هذه التوصيه من وزاره الصحه، ونرسل اسئله لحضرتك ويكون في دايما تواصل دائم معك. شكرا يا دكتور، نورتنا، وشكرا لمتابعينا على صفحه اليوم السابع.